مساء الخير مشاهدينا وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلاتفورم الذي نسعى فيه للحاق بأبرز المحتويات والقصص الأكثر تداولا على فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب وباقي المنصات الأخرى. بلاتفورم اختار لكم اليوم: أنا وابن عمي نساعد الغريب، مبادرة لمساعدة النازحين في أزمتهم بطرابلس. هاشتاغ غات وما حملته السيول يبرز على مواقع التواصل الاجتماعي. انقطاع الكهرباء وسم ما زال يحمل تعابير الامتعاض على المنصات. ووسم طرابلس يحمل الجمال كما حمل للأسف صور الحرب. الإحساس بالآخرين نعمة حرم منها البعض، لكن الأمل موجود حتى في أحلك الظروف. هؤلاء الشباب أحسوا بما يمر به النازحون ومن هم أقل منا حظا. أصحاب مبادرة أنا وابن عمي نساعد الغريب أنشأوا المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي رغبة منهم في مساعدة الناس والتخفيف عنهم. نتابع. بداية ما توقعناش ان الحمله تنجح بالدرجه هذه، ما ليناش حتى فتره اسبوعين على الفيس، درنا هيك صفحه هيك على الفيس، الناس الحق طلبنا مساعده لنا في البدايه على اساس بنديرها مساعده بسيطه، ما توقعناش الكم الهائل هذا. ووصلنا لقيتنا مبلغ، ناس اهل الخير والكرم لقيتنا مبلغ زي ما نقول مبلغ الحمد لله ما كبير، كملنا الحمد لله لتو زي ما تقول تقدر تقول غطينا 65 عائله هيك بالمساعدات، مجهود ذاتي من اصحاب الخير، ودخلنا شبه دخلنا الفرحه على اطفال وعائلات كانت محتاجه، وان شاء الله ربي يقدرنا لافعال الخير. انا ولد عمي نساعد الغريب وقدموا لنا الكوبونات وفتحنا لهم باب مساعده، ان شاء الله مساعده الناس هم يعني كانوا شبحوا العائلات المحتاجه هذه وزعوا الكوبونات وجونا هنا. ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية صاحب مبادرة أنا ولد عم نساعد الغريب سيد معاذ المنصوري. أهلا بك سيد معاذ. إذا دعنا نبدأ من ولادة هذه الفكرة، كيف بدأت؟ هل كان مخطط لها وضمن استراتيجية أم هي مبادرة عفوية تلبية للواقع؟ السلام عليكم ورحمة الله. أول حاجة رحب بك أخت شيماء. أهلا بك. ونقول ورحب بضيوفنا الكرام بالمشاهدين. الجروب طبعا اقتبسناه من جروب مصري كان اسمه في مصر أنا وابن عمي نساعد الغريب، فعجبتنا الفكرة. الجروب يعني فكرته أن الناس تساعد بعض، يعني المحتاج يساعد المحتاج، المحتاج مش بالضروري يكون فقير، المحتاج يعني ممكن أنا نكون محتاج، ممكن أي حد يكون محتاج، محتاج تبرع بالدم، محتاج استشارة طبية، استشارة قانونية. يعني الجروب أول شيء الفكرة الأساسية أنه هو لأي محتاج فقط. فعجبتنا الفكرة من الجروب، يعني اقتبسناها من الجروب المصري وعجبتنا الفكرة، فقلنا علاش ما نطبقوهاش في بلادنا. فالحمد لله يعني لقيت قبول كبير يعني في الوسط يعني وفي السوشيال ميديا. سيد معاذ، احنا لاحظنا في صفحتكم وفي الجروب المبادرة ان الناس يبعثوا لكم في رسائل ان احنا محتاجين، كيف تتحققوا من مصداقية هؤلاء الناس انهم فعلا محتاجين ومش كاتبين فقط رسالة لتلقي اموال مثلا؟
أول حاجة أي حد يكتب لنا إحنا محتاجين نزلوا البوست في الجروب، بعدها يعني يتم التواصل معنا في الخاص من أصحاب الخير. يعني إحنا الجروب هذا يعني باش ننجح أكثر ضفنا فيه يعني ناس من المجتمع المدني وإعلاميين ولاعبين كرة قدم ويعني جميع أطياف الشعب والناس الخيرة يعني. فأول ما نزلوا البوست للشخص المحتاج يتواصل معي أي شخص من يتواصل معي أي شخص في الخاص يقول يعني بنحتاج نساعد أو نتبنى الحالة هذه، نوصله للمحتاج باللي بيساعد، نقول له مثلا أول حاجة نقول له برا تمشي تتأكد من الحالة يعني، ولو أنت مش فاضي أو يعني مثلا عندك مشاغل تقول لي يعني إن أنت تصرف يا معاد، ففي اللحظة هذه إحنا نمشي نتأكدوا على أرض الواقع. عندنا معي يعني في الجروب أربع شباب متوزعين على طرابلس، الأقرب يعني يمشي يتأكد من الحالة ونعطوه لو كان يعني وناخده منه يعني ما كتب الله من مساعدة يعني. طيب كيف يصير عملكم الآن خصوصا مع الظروف التي تمر بها طرابلس وعدد النازحين المتزايد كل يوم؟ كيف آلية عملكم داخل هذه الظروف؟ والله هي مشكلة أن توا في طرابلس عدد النازحين في ازدياد، والأكثر الطلبات يعني الإيجار، يعني دوره في إيجار يعني. المشكلة أن الطلب هذا هو اللي مدير لنا مشكلة في يعني تموين أو أكل أو ملبس، هذا كله ما عندناش فيه باس. أي شخص يعني نزله موضوعه هيك في الجروب نلقوا فيه قبول، بس الإيجار أو مكان الإقامة والسكن هذه المشكلة يعني اللي ما زال توجه فينا يعني في البلاد يعني في طرابلس بالذات. يعني شايف أن عندنا نازحين كبير وما فيش يعني وين الناس وين تمشي يعني. سيد معاذ، أنتم هل تتلقوا دعم من أي جهة معينة أو مؤسسات خيرية أم هي مجهودات ومبادرات شخصية منكم؟ لا شوف يعني في البداية الجروب تأسس في يوم 10 من رمضان يعني مجهود ذاتي في البداية بين أصحاب الخير، وما تلقيناش من أي مؤسسة خيرية أو جمعية أي مساعدة إلا في اليومين اللي فاتوا يعني. نعم. درنا حفلة للمحتاجين وللأيتام ولل يعني المحتاج بصفة عام يعني والنازحين اللي حاولنا ندخلوا عليهم الضحكة والبهجة يعني بقدر المستطاع. فدرنا لهم احتفالية للأطفال في منتزه وكانت بمساهمة يعني أو مساعدة مؤسسة الإيمان طبعا الأعمال الخيرية. شكرا. تحية يعني هي تكفلت بالمبلغ. احنا كنا أصحاب فكرة واحنا اللي يعني حصلنا. نتمنى ان تكونوا نماذج خيره لمثل هذه المبادرات، ويعني يفعل الناس مثل ما تفعلون. سيد معاذ صاحب مبادره انا وولد عمي نساعد الغريب، نشكرك شكرا جزيلا على حضورك معنا في برنامج بلاتفورم. الى اللقاء. بعد اجتياح السيول مدينة غات الأيام الماضية، سيطر هاشتاغ غات على معظم منصات التواصل الاجتماعي، فهناك من تعاطف وهناك من دعا للمساعدة وهناك أيضا من حاول إظهار الجانب الجميل في المدينة رغم السيول. دعونا نبدأ إذن مع أول مغرد تحت هذا الوسم في تويتر، مناف السنوسي، معلقا على صورة تظهر نفوق الحيوانات بسبب السيول قائلا: في تلك الأرض لا شيء إلا الموت، وكأنها الأرض الملعونة التي ذكرت مرارا وتكرارا في الأساطير الإغريقية. وإلى الناشط على تويتر بالقاسم محمد مفتاح الذي غرد مستغربا ما جاءت به السيول في غات. من ليبيا يأتي الجديد، حيوان نادر يقول العارفين إنه انقرض، ظهر يتجول في مدينة غات بعد الفيضانات الأخيرة. شن خطر عليه الطلوع توا مانيش عارف، علق بهذه الطريقة. إذن ما هو هذا المخلوق الذي صنع الضجة في ليبيا؟ نتابع.
صفحة المنارة ليبيا على تويتر فقد نشرت فيديو لشاب من غات يتحدث عن أزمة مدينته نتيجة السيول وأوضاع أخرى التي وقعت بها، وكيف تفاعل معها الليبيون. نتابع. واقع مش نفاق، عندكم العلم جميع المدن الليبية قاعدة في غات حاليا وكلهم يقدموا يد العون لغات. عندكم العلم ان الانسانية اللي صارت في الموقف هذا تخليك ان تقول ليبيا ما فيهاش اي اختلاف واي حرب واي مشكلة. سبحان الله يا ناس. عندكم العلم انا كنت في المطار في طيارة طالعة من مطار معتيقة لغات رافعة إغاتة. الناس بدأت تجي تبي تتطور، الناس ما بنسوا الاختلاف، كلهم عندهم إنسانية. إنها غات هذه مدينة ليبية، لازم احنا نشدوا في دين بعضنا ونكونوا يد واحدة باش نوقفوا مع أهالي مدينة غات. بصراحة الموقف هذا يثبت أن احنا مشكلتنا مشكلة سياسية، الاختلاف اللي فينا مش إنساني، اختلاف سياسي. وإحنا يعني من الشيء هذا اللي صار نقدروا نحلوا مشاكلنا وترجع ليبيا يد واحدة. الناشطة طويلبة علم أبت إلا أن تنظر لهذه الكارثة الطبيعية بعين إيجابية، ونشرت صورة لأب يحمل أبنائه فوق قطعة خشبية وكتبت عليها: يبتسم رغم الفيضانات غات الجميلة، معلقة على هذه الصورة. مشاهدينا، من هاشتاغ غات إلى أزمة أخرى شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا تحت وسوم انقطاع الكهرباء هروب الضي، وكل عبر عن امتعاضه بطريقته الخاصة. محمد الحمدي غرد على تويتر متمنيا غير هذا الحال قائلا: تخيل أنك ترجع من العمل وتلقى كهرباء في البيت والتكييف يشتغل والمية والغاز متوفر، وأنك تخرج مع عائلتك مطمن في أمن وأمان، وتمشي للبنك تأخذ مرتبك في دقائق وبأمان. فهذا تخيل زايد منك. للأسف حتى أبسط الحقوق أصبحت خيال بسببنا نحن لا الآخرين. أما الناشطة تحت اسم إس زجالي قالت: راهو العيشة في ليبيا بجديات بتشفع لنا يوم القيامة، نص مكيفات الحوش فسدوا لأن نقصوا جهد الكهرباء، واللي يخدموا ما يبردوش، توا بدينا نفرحوا بهروب الضي باش يخدم المكيف بجهد المولد اللي يعتبر مستقر مقارنة بكهرباء الدولة. رغم استمرار العدوان على طرابلس ومعاناة سكانها من حالة الهلع التي تلف حياتهم كل يوم، ما زال المواطنون يرون فيها الجمال، وما زالت رغبة الحياة بهناء تلازمهم. هاشتاغ طرابلس كما يحمل صور الحرب والدمار كذلك يحمل إعجاب السكان بمدينتهم. نبدأ إذن مع الناشط على تويتر حاتم الزوي الذي غرد تحت الصورة: طريق الشط زحمة، عائلات وأطفال تلعب وزحمة سيارات ولا أشياء أخرى في عاصمة الدولة. حفظ الله طرابلس وأهلها والمدافعين عنها. إلى الناشطة نجوى وهبة التي كتبت على فيسبوك منشورا يصف حالة الامتزاج بين صور الموت والحرب والرغبة الشديدة في الحياة، وعبرت قائلة: صوت القذائف وما يرافقها من اهتزاز في الحيطان والشعور الغريب من القلق والوخز في المعدة أو الحلق، ولا مبالاة أو الإنكار مع كل صوت سلاح يسمع، الزحمة على الشط والزحمة في الشوارع والدلاع اللذيذ والبيتزا اللي أضيف عليها كل نكهات ومكونات المطبخ وتطورت بكل أشكال التطور الممكنة وغير الممكنة، والمطاعم الزحمة وأصوات تدريجات العرسان والزغاريت في الليل والألعاب النارية. ربي يفرج علينا ويهدينا. مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة بلاتفورم لهذا اليوم. نشكركم على متابعتكم وإلى اللقاء.